هذا شيء متعلق بالغيب، ما نعرفوش حنا حتى علاش غنبقاو نتعذبوا، ولكن هذاك الشيء علاش حنا كنحاولوا ما امكن نرفعوا من المعنويات ديال اللاعبين ديالنا، لانه الا دخل الشك اللاعبين ديالنا فهذيك هي المشكله الكبيره. لذلك حنا كطاقم تقني والمسؤولين واعين بهذه المسؤوليه، كنحاولوا ما امكن نوفر ظروف ملائمه للاعبين باش ما يحسوش بالشك. وهذا الشيء اللي كان في المقابله الاخيره ضد خنيفره، يعني كان واحد المجهود كبير من طرف الطاقم التقني والمسؤولين باش خلينا اللاعبين على انهم يامنوا بالحظوظ ديالهم والانتصار في المقابله ديال خنيفره. لذلك حنا في ميدان ديالنا غادي نعذبوا الخصوم ديالنا في ميدان ديالنا، لانه بالمساعده ديال الجمهور ديالنا كنكونوا قويين. اليوم كما قلت لك الجماهير ساندتنا مشكوره، ولكن كما قلت لك المقابله تلعبت على جزئيات، يعني الكره كل ما ضربت في رج اللاعب وطاحت قدام يوسف انور كانت المقابله تخرج بصفر لصفر، او ربما في الشوط الثاني حنا كنا قويين كان ممكن نخطفوها، ولكن للاسف كما قلت لك بعض المرات جزئيات شي حاجه ما كتكونش حاسب عليها.